حبيبي هذا المال. وكأنهم يريدون إحياء تراث أجدادهم السومريين القدامى، ومن هذا المنطلق أتت فكرة عرب الأهوار في العراق، مكتبة مبنية من أعواد الغاب هي الأولى من نوعها لاستقبال أطفال المنطقة. كانت عندنا هنا بالأهوار ما كانت متوفرة عندنا الكتب، بس من فضل مساعدة الناس وهاي صار عندنا كتب وجاي نتعلم ونقرأ من عندها، فتساعدنا بدراستنا وتعلم الجهال الزغار فيتعلمون وجاي يقرون، فقليل من عندنا هو ما جاي يعلمون يقرون، بس احنا جاي نساعدهم وهاي على مود يعرفون يقرون. وتشتمل المكتبة على حوالي 1500 كتاب وقصة، جميعها تبرعات من السكان وحتى من أشخاص في دول عربية وأجنبية. حاولنا أن نحول هذا المضيف أو جزء من المضيف إلى مكتبة، لأن الآن أطفال الأهوار هم بأمس الحاجة إلى شيء ثقافي تسلي حتى يقضون وقتهم، اللي هم الآن كل وقتهم باللعب، وأغلبية الأطفال جزء متسيبين من الدراسة أو متشردين من الدراسة، فإحنا حاولنا نجد منفذ آخر في سبيل نطور قابلياتهم وقدراتهم ونجد لهم فرصة للتعليم ملحق بقية الأطفال. منطقة الأهوار التي تعرضت للتدمير المتعمد في حقبات سابقة باتت مقصداً للسياح وخبراء الآثار والتاريخ في الفترة الأخيرة، وهو ما عزز من فكرة الاهتمام بالأطفال وتعليمهم وتثقيفهم أكثر. واقع الأطفال بالأهوار سألتني يعني واقع مرير جداً، يفتقرون لأبسط مقومات الطفولة، الصراحة أبسط مقومات الطفولة الصحية والعلمية من كل الجوانب، فهي دعوة هاي المكتبة هي دعوة للمنظمات العالمية المهتمة بواقع الأطفال، للدولة أن تهتم بأطفال الأهوار. مكتبة قد تبدو تقليدية جدا، ولكن فوائدها قد تكون كبيرة بتعزيز انتماء السكان لمنطقتهم وتراثهم في محاولة لمواكبة العلوم بسلاح القراءة.